السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة إن شاء الله هنحل امتحان لسنة أولى ابتدائي الترم التاني. أول سؤال عندنا read and circle the correct picture. read يعني اقرأ، circle يعني حط دايرة حوالين، احنا قلنا circle يعني دايرة، ولما تيجي كفعل معناها حط دايرة. حوالين the correct picture يعني الصورة الصح. أنا عندي مجموعة كلمات ومحتاج أحط دايرة حوالين الصورة اللي بنفس معنى الكلمة دي. أول كلمة مثلا K-I-T-E كايت اللي هي الطيارة الورق اهي، فانا هحط سيركل حواليها. تاني كلمة مون M-O-O-N مون اللي هو ده. تالت كلمة مونكي M-O-N-K-E-Y مونكي يعني قرد اللي هو ده. يبقى عندنا كايت طيارة ورق، مون قمر، مونكي قرد. السؤال التاني عندنا بيكون ماتش يعني وصل. تمام، وصل ايه؟ هنا حروف كابيتال وهنا حروف سمول. ايه الحروف دي؟ M N B V وهنا V B N M، هما نفس الحروف بس كابيتال وسمول. فده M كابيتال، مين في دول M سمول؟ اهو تحت، فنوصل ده بده. ده N كابيتال، ال N كابيتال اهي، وده شكل ال N سمول، يبقى نوصل ده بده. بعدين B وال B سمول اهم، واخر حاجة V كابيتال وفي سمول اهم. طبعا المفروض الطفل يبقى عارف كل الحروف بشكلها الكابيتال والسمول. السؤال الثالث عندنا برضو بيكون ماتش يعني وصل، بيديني اسم حاجة ووصلها بسرعتها. اول حاجة بوب كورن P-O-P-C-O-R-N ده اللي هو الفشار اهو، يبقى 1 بوب كورن يوصل برسمة الفشار. تاني حاجة رايس اللي هو الرز، تمام R-I-C-E اهو، يبقى رايس اهو. تالت حاجة اورانج اللي هي او ار اي ان جي اي اهي، دي اورانج. واخر حاجة ميت ام اي اي تي اللي هي لحمة، هي دي. السؤال اللي بعده بيقول لي سيركل برضو، مديني صورة وكلمتين، كلمة فيهم صح وكلمة فيهم غلط. فهنا في رجلين، فرجلين دي بالانجليزي يعني فيت ولا هاندز؟ هاندز يعني ايدين، فيت يعني رجلين، اف اي اي تي. طيب اللي احنا شايفينها هنا دي هل هي هيد ولا هاند؟ دي هيد اتش اي اي دي، هيد يعني دماغ، انما هاند يعني ايد طبعا. طيب دول هل هما ليجز ولا هاندز؟ دول ايدين يعني هاندز، ليجز اللي هي رجلين. ده هل هو نست ولا نيكلس؟ ده طبعا نست اللي هو العش بتاع العصفور زي اللي في الصورة، انما نيكلس اللي هي السلسلة اللي بنلبسها على رقبتنا. اللي بعدها دي هل هي ميت ولا بريد؟ دي ميت يعني لحمة، لان بريد يعني عيش. سؤال الخامس بقى بيقول لي كومبليت يعني كمل، مديني كلمة مش كاملة وانا المفروض اكملها. هنا الرسمة دي رسمة ايه؟ دي رسمة فيز اللي هي فازة، في اي اس اي، انا المفروض احط حرف الاس. الرسمة دي هيد اللي هي دماغ، يبقى احط حرف الاتش عشان هي اتش اي اي دي. اللي بعدها طبعا هو في غلطة هنا لان دي رسمة ايدين، بس لو قرينا كلمة مكتوب اف اي اي يبقى المفروض نكتب فيت لان المكتوب اف اي اي، بس الرسمة دي رسمة هاندز، لكن الكلمة اللي هنكملها هي فيت، دي غلطة في الامتحان نفسه. السؤال اللي بعده بقى بيقول لي رايت، هنا بيسيب لي كلمة فاضية وانا اكتبها كلها من خلال الرسمة. هنا مثلا انا شايف lion L-I-O-N تمام. اللي بعده دي window يعني شباك، W-I-N-D-O-W. اللي بعده دي cat طبعا، C-A-T cat اللي هي القطة. اخر سؤال عندنا copy يعني انقل، وهو كل اللي عايزه انك تكتب الكلمة دي او الجملة دي زي ما هي بالظبط. طبعا اهم حاجة ياخد باله منها الطفل الحروف الكابيتال، ان اول حرف مثلا كابيتال، البانكتويشن اللي هي الفاصلة النقطة، ينقل الجملة زي ما هي بالظبط. تمام، طبعا ده سؤال سهل يعني ما فيهوش اي حاجة تشرح، بس لازم نفهم الطفل لما يجيله سؤال زي ده معناه ان هو يكتب الجملة زي ما هي. شكرا على المشاهدة، وان شاء الله تابعونا الفترة الجاية هننزل نماذج تاني سواء في الانجليش او في باقي المواد. وشكرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.